قدم صباح اليوم رئيس كونفدرالية المنظمات المهنية للرعاة والعاملين في قطاع الثروة الحيوانية الدكتور أحمد أبو الفتح عثمان حديثا صحفيا بمقر الكونفدرالية، متحدثا عن مشاركة الفدرالية في فعاليات المعرض الدولي للثروة الحيوانية مدينة إنغامدري الكاميرونية. كوبافيد اللي هي الكونفدرالية المهنية للرعاة والنشطاء العاملين في قطاع الثروة الحيوانية في تشاد لمشاركتنا في دولة الكاميرون في المعرض الدولي للثروة الحيوانية الإفريقية بمدينة إنغامدري في الفترة ما بين 18 إلى 20 ديسمبر 2017، حيث شاركت في هذه المعرض مجموعة من الدول الإفريقية عرضت فيها يعني أنواع الثروة الحيوانية، فحقيقة كان معرض ثري جدا بالمعلومات واستفدنا منه من خلال المشاركة في تبادل الآراء والأفكار، وحقيقة يعني كان معرض أصل للثروة الحيوانية ويبين أن إفريقيا تمتاز بثروة حيوانية ضخمة وفيها أنواع يعني عديدة جدا من أنواع الثروة الحيوانية الجيدة التي يمكن تغنينا كثيرا عن مسألة تذبذبات حركات النفط العالمية. استفدنا من خلال هذا المعرض الدولي كيف نستطيع أن نستفيد من مخلفات الثروة الحيوانية، وكيف نستطيع أن نبني صهاريج مياه بجانب أسواق الماشية. في الشأن ذاته ترأس الأمين العام لإقليم البطحاء اجتماعا توعويا نظمه المشروع الإقليمي لدعم الثروة الحيوانية في الساحل. الاجتماع ضم الزعماء التقليديين والمنظمات والجمعيات التي تعمل في مجال الثروة الحيوانية. تقرير أحمد داود أدم. تمثل الثروة الحيوانية العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويعمل في هذا المجال أكثر من 40% من السكان، وقد اهتمت الحكومة التشادية بالتعاون مع شركاء التنمية بالتطوير والتنمية هذا القطاع. الحملة التوعوية التي نظمها المشروع الإقليمي للدعم الثروة الحيوانية في الساحل برابس حول التطعيم ضد الالتهاب الرئوي وطاعون الأغنام تأتي في هذا الإطار. المندوب الإقليمي للثروة الحيوانية يوسف خميس أريمي دعا الزعماء التقليديين والجمعيات والمنظمات إلى تكثيف التوعية لتشمل كل أراضي إقليم البطحة. كلامنا فاكسيناشون مرض اثنين بست دي بيتي رومينا أنا البحرية كتر الغنم والنعيزة وعندنا شبقة قاعدة حاليا ده قاعدة تقول سامحنا يمكن. رئيس البعثة الدكتور يوسف علي يركدي أوضح أن التطعيم هام وضروري وأنه شبه مجاني، حيث يؤخذ في البقرة 20 ريال وعشرة في الأغنام. السوينا أول ده شيء نتيجة حق ما لقينا كافي، عشان ده هسا قلنا دخلون فوق الشيوخ والشيف دي الكانتون والريبريزنتان هنا شيف دي الكانتون والأوبي كله يسوي لنا التوهية السنسيبليزاسيون بكثرة عشان الناس ده بسوي في مهمة المرض أمراض التنين ده لأنه مرقو ديسي 2021. الأمين العام لإقليم البطحة كودي دانيكي قال إن الحكومة التشادية تسخر كل الإمكانيات مع الشركاء لتنمية الثروة الحيوانية كما تراعي صحتها. هذا وقد تداخل الزعماء التقليديون حول مسألة بعد المسافات وكذلك الأماكن الخاصة للتطعيم والمواصلات. وقد رد رئيس البعثة يوسف علي يركدي بأن هذه المسائل قد أخذت بعين الاعتبار وأن المشروع سيعمل من أجل تسهيل عملية التطعيم. نبقى بإقليم البطحاء، حيث تم فتح سوقا أسبوعيا بمركز إداري ياو بقرية أمير المؤمنين بحضور المسؤولين الإداريين والتقليديين محافظة الفتري. تقرير أحمد داود آدم للمرة الثانية. شهدت قرية أمير المؤمنين التي تبعد بخمسين كيلومتر جنوب مدينة آتيا افتتاح سوقا أسبوعيا للبضائع والمواشي. المناسبة حضرها جمع كبير من المواطنين القاطنين في المنطقة. رئيس اللجنة التنظيمية ممثل سلطان الفتري ممثل قرية أمير المؤمنين أبدوا ارتياحهما لافتتاح هذا السوق الذي ينمي المنطقة اقتصاديا وتنمويا، وأكدوا أنهم سوف يسعون للتطوير واستمرارية هذا السوق. رئيس قرية أمير المؤمنين ياسين أحمد دعا جميع التشاديين للوصول إلى هذا السوق للبيع والشراء، وقال إنه سيجلب إليه البضائع والمواشي. لكن السوق سوينا دمان لنفسنا إن شاء الله لكل المواطنين
البعيدين والقريبين يجوا يسوقوا فيها، وكل التجار البعيد والقريب من شرق تشاد وغربها وجنوبها وشمالها يجوا يسوقوا في هذا السوق، وكل الشعب يستفيدوا ويشتوا منا بعافية. ونتمنى من الله يكون سوق مديم، لكن هسه سوق أسبوعيا يوم الأربعاء. رئيس المركز الريفي لمدينة ياو عاصمة محافظة الفتري كلوتو جرما يونس حث جميع المواطنين إلى التكاتف والترابط والحفاظ على القوانين والنظم المعمول بها في الأسواق، مؤكدا أن السوق سيكون أسبوعيا في الوقت الحاضر. سياسيا، نظمت الأمانة العامة لحزب التجمع الديمقراطي تشادي إر إن دي تي بإقليم سلا حملة نظافة بالمستشفى المركزي لمدينة قزبيضة حاضرة الإقليم، حيث يدخل هذا النشاط ضمن أنشطة الحزب. تقرير محمد حسن آدم. بمبادرة من شباب حزب التجمع الوطني الديمقراطي تشادي إرنديتيلي ريفي بإقليم سلا، انطلقت حملة النظافة بالمستشفى المركزي لمدينة قزبيضة حاضرة الإقليم، وأن هذه البادرة جاءت في إطار الأنشطة الثقافية والاجتماعية للأمانة الإقليمية للحزب، وكذا المحافظة على نظافة المؤسسات العامة، وذلك بحضور الإداريين وعمال المستشفى. وبهذه المناسبة تم توزيع مجموعة من مواد الغسيل والصابون للمرضى. الأمين الإقليمي للحزب محمد آدم من ناحيته أكد بأن هذه المساعدات جاءت بهدف مد يد العون والمشاركة في الوقاية الصحية وسلامة المواطنين. هذا وكما قدم شباب حزب الإرنديتي لريفي بسلا مجموعة من الجالونات وخزانات المياه بهدف توفير المياه الصالحة للشرب لتلاميذ ثانوية أبو ريش المزدوجة. كما أشاد مدير ثانوية أبو ريش المزدوجة ترتو جيمي بهذه اللفتة الكريمة والبارعة، وشجع شباب الحزب للمضي قدما في تحقيق الأهداف المنشودة. رياضيا، أطلقت السيدة حبيبة سولبة وزيرة الشباب والرياضة رسميا بملعب الأكاديمي بفرشة فعاليات الدورة الثانية لكرة القدم تحت سن 17 وسط حضور كبير من عشاق كرة القدم. تقرير عباس بكر مصطفى. الدورة الثانية لكرة القدم تحت السن 17 التي تشهد مشاركة 15 ناديا من مختلف أقاليم البلاد، ومن خلال مشاركتهم سيتم اكتشاف مهارات الشباب الناشئ في مجال الكرة القدم التشادية، وذلك عبر تنافس قوي في أرض الملعب على حسب رئيس اللجنة المنظمة. بعد إطلاق الدور الثاني لكرة القدم تحت السن 17 من قبل وزيرة الشباب والرياضة والترفيه حبيبة ساولبا، فقد أجريت مباراة بين فريقي سيركل لمدينة مندو مع خصمه سانتوس لمدينة موسورو، حيث انتهت المباراة بفوز فريق سانتوس لمدينة موسورو بتسجيل 3 أهداف وهد شباكهم مرتين. عقب نهاية المباراة فقد أوضحت وزيرة الشباب والرياضة عن مستوى المباراة. قلوبهم الزول اللي قرا المال اللي قرا ما يحبين آخر قدام أكون اللي ينتقل شدة، بس أنا دورك يلقى أقول أنا الناس عندهم صبر في شغل كمش أنت ما لقيت أقول أنت تصبر ألا ما أنتقى، لكن أكون تشيفه مستقبل أكون الله ينتقل. وتعرفوا كذا السنة فات اللي سا وناجز ما خدته وحس هني اللي قدام ده أنا ما نخلو خلاص كذا شغل اللي بيتار ما بالواسع اللي ما يكون كلام بروس نسوا بروغراماسيون أنا 2018 ده كل شغل الحنا إسبورا نبروغرامي وفي وقت ده بروس هنا يجهزوا في وقت بروس المبرون الطوب. وعليه فإن الدوري الوطني لكرة القدم تحت السن 17 ستستمر لمدة أسبوع كامل. إذن بهذا التقرير الرياضي نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية الشادية من أنجمينا. نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. نلقاكم بالدكتور. السلام عليكم.